المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لبنة أخرى تضاف للصرح المؤسساتي الذي أعقب التعديل الدستوري. الهيئة الاستشارية التي أشرف على تنصيبها اليوم الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية تعكس جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي وتكوين رأس مال بشري قادر على إنجاح التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد. إنها أهمية نابعة من اهتمام السيد رئيس الجمهورية الذي يدرك أنه لا مناص من الاستثمار في البحث العلمي وجعله حجر الزاوية في بناء الاقتصاد القائم على الابتكار والمصدر الرئيس لتوليد المعارف الجديدة والحلول المبتكرة بما يتلائم واحتياجات جميع الطاقة القطاعات. باش البلاد تتطور لازم يكون البحث العلمي موجود، ولازم تكون فيه نجاعة، ولازم تكون فيه تقييم، ولازم يكون فيه تثمين نتائج البحث العلمي. ولأن تطور المؤسسات الاقتصادية يقاس أيضا بما وصلت إليه في مجال البحوث العلمية وما تظفر به من طاقات بشرية مؤهلة، يأتي هذا المجلس لتثمين دور البحث التكنولوجي داخل المؤسسات خدمة للاقتصاد الوطني. تعرفوا في العالم انه المؤسسات يعني ما تطورش من المنتوج نتاعها، ما تطورش من التكنولوجيا نتاعها اي لا الى الزوال. يعني اليوم احنا عندنا شركات كبيره تحتاج الى نتائج البحث. عندنا رغم انه عندنا مديريه مركزيه للبحث والتطوير لكن مش كافيه لتغطي كل احتياجيات سوناتراك، ولهذا عقدنا تقريبا امضينا اكثر من 50 اتفاقيه مع الجامعات الجزائريه والمؤسسات البحثيه الجزائريه لمواكبه سوناتراك في بحوثها وفي تطوير صناعتها. كفاءات وعلماء جزائريون داخل الوطن وخارجه سيشكلون تركيبه هذه الهيئه الدستوريه، هيئة ستعمل على اقتراح التدابير التي من شأنها تنمية القدرات الوطنية وتحقيق الأمن العلمي والطاقوي الذي سطرته الحكومة الجزائرية.